يقع في شمال مدينة غزة، قصف بطائرة حربية إسرائيلية مقاتلة من طراز F-16 يتبع لعائلة أبو ليلى كما ذكرت في شمال مدينة غزة. ربما العائلة كانت محظوظة لأن الطيران الإسرائيلي قبل أن يدمر المنزل أطلق صاروخ تحذيري، ما سمح للعائلة بإخلائه قبل دقائق معدودة من إعادة قصفه بطائرة مقاتلة حربية، ما منع وقوع إصابات. لكن هناك عائلات أخرى قصفت المنازل على رؤوسها دون أي تحذير ودون أي اتصال من المخابرات الإسرائيلية، كما جرى مع عائلة غنام آخر المآسي في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، عندما قصف المنزل على رؤوس ساكنيه فأدى لوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى. كما نرى تخلف هذه السياسة دمار كبير ومعاناة كبيرة. ها نحن في هذا المنزل، يعني إضافة إلى التدمير الذي حدث، يعني كان هناك محل تجاري لبيع المواد الغذائية أسفل هذا المنزل ودمر كما نرى بشكل كامل. الفلسطينيون يرون في هذه السياسة هي سياسة انتقام، سياسة عقاب جماعي في ظل فشل إسرائيل في أهدافها في قطاع غزة في إطار حربها، كما يقول الفلسطينيون، في منع إطلاق صواريخ المقاومة التي تواصل إطلاقها باتجاه البلدات وباتجاه العمق الإسرائيلي. وبالتالي في ظل فشل إسرائيل في منع إطلاق الصواريخ أو استهداف المجموعات المقاومة تذهب إلى قصف المنازل وما يوقع مزيد من الشهداء والجرحى وأغلبهم من المدنيين في صور من المآسي المستمرة من غزة التي تتعرض إلى حرب كبيرة وشرسة كما يقول الفلسطينيون. تامر المسحال، الجزيرة، من مدينة غزة.